وقد يبتلي الله سبحانه وتعالى العبد وهو يحبه، وهذا نستطيع أن نطلق عليه بابتلاء المحبة، أن الله سبحانه وتعالى يبتليه لكي يرفع درجته ومنزلته عنده، كما ابتلى الله سبحانه وتعالى الأنبياء. فلا بد وأن نفرق بين ابتلاء العقوبة وابتلاء المحبة، فابتلاء المحبة لرفع الدرجات. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرجل ليكون له عند الله المنزلة فما يبلغها بعمل، فلا يزال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرجل ليكون له عند الله المنزلة فما يبلغها بعمل، فلا يزال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها. وأشد الناس ابتلاء في هذا النوع من الابتلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، إنما يبتلى الرجل على حسب دينه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن منا ابتلي مثل نوح عليه السلام حينما ابتلي بأن يغرق ابنه أمامه، ولذلك الله سبحانه وتعالى خلد هذه اللحظة في سورة هود، فقال سبحانه وتعالى: ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموت فكان من المغرقين. وبعد ذلك ينادي نوح على ربي سبحانه وتعالى: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، فيجيبه الله سبحانه وتعالى: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وأيوب إذ نادى ربه: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وذنون يونس عليه السلام إذ نادى مغاضبا: وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وزكريا بعدما بلغ من الكبر عتية ووهن عظمه واشتعل رأسه شيبة ينادي ربه سبحانه وتعالى: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وكلنا يعلم ما حدث ليوسف عليه السلام، وهو نبي من الأنبياء، إذ رمي في الجب ودخل السجن وأبوه يعني ذهبت عيناه من الحزن. الله سبحانه وتعالى يخبرنا بهذه الأمور في القرآن الكريم، يقول يعقوب عليه السلام لأبنائه: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال: يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن، وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلم. وإبراهيم عليه السلام ألقي في النار، ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم شج وجهه ونزل الدم من وجهه في كثير من الغزوات، وعلى رأسها غزوة أحد. فهذا نوع من ابتلاء الله سبحانه وتعالى للأنبياء، هذا نستطيع أن نطلق عليه بابتلاء المحبة لرفع الدرجة ولمحبتهم عند الله سبحانه وتعالى.